المقارنة مال اليوم راح تكون عن جهاز اللورنزا 2 وجهاز جي بي اكس 5000، ونفس الكلام ينطبق على الجي بي اكس 4500. المقارنة هاي عن جهازين لكشف الدفاين. جماعة الكشف الدفاين ابقوا بالفيديو، جماعة الذهب الخام هذا الفيديو ما يلزمكم ولا هالأجهزة تلزمكم. مثل ما شايفين اللورنزا 2 اكسسوارات تجي هذا الطبق، المتر في متر، هذا اللي هو راح ينطيك اقصى عمق لان حجم الطبق كبير. مثل ما ذكرنا كل ما كبر الطبق زاد عمق الجهاز. هذا الطبق الاول وهذا الطبق الثاني، وعندك اكسسوارات اللورنز كثيرة. يعني عندك مثلا الطبق تقدر تسوي هذا الطبق الكيبل 8 متر تقسم على مربع، وعندك الكيبل 12 متر يجي بنفس الطريقة، وعندك المتر في متر اللي انتو شايفين، وهذا الطبق، وعندك بعد اضافي تقدر تشتري 45. كل هاي الاطباق والكيبلات تاخذها على حسب احتياجك. جهاز هذا راح ينطيك عمق من 3 إلى 4 أمتار. اذا دخلت عالم الكيبلات الكبيرة والطبق الكبير العمق راح يزيد، بس لازم تكون بمنطقة قليلة التمعدن وما بيها ملح حتى تستخدم هذا الجهاز. هذا الجهاز سعره 3 أضعاف سعر الجي بي اكس او اكثر. فأقصى عمق هذا الطبق 22، وطبعا تقدر تركب بعد الطبق 18 18 inch coil، وعندك بعد هذا الطبق، هذا اكبر طبق للجي بي اكس 5000 او جي بي اكس 4500 اللي هو 20 × 40 فقط للدفين. نرجع هنا نذكر التفاصيل والفروقات وشنو الافضل وشنو المو افضل. اذا انت في منطقة جبلية وتريد تبحث فصعب عليك تشيل طبق بمثل هذا الحجم. اذا دخلت بمنطقة فيها صخرتين قراب وتحت احتمالية وجود الهدف في هذه المنطقة، فهذا الطبق مستحيل تستخدمه، راح تضطر تستخدم الطبق الصغير، وهذا اقصى عمق له تقريبا 1.20 متر باحسن الظروف. فالكفة تميل بالجبال والمناطق الصعبة والصخور الكبيرة الجي بي اكس 5000 لان طبقة اصغر وراح ينطيك عمق افضل من 2 إلى 3 أمتار بهذا الطبق. تمام؟ بعد اذا انت تدور على صناديق كبيرة، اهداف كبيرة، مقابر، المنطقة فلات منبسطة، وتريد اهم شيء بالنسبة لك العمق، فأكيد الكفة تميل لللورنس بهذا الطبق أو تكبر الطبق اللي تستخدم السلك الكبير، فهذا الأعمق. تمام؟ هذا من 3 إلى 5 أمتار 3 إلى 4 أمتار دائما على حسب حجم الهدف، وهذا أعمق جهاز لليوم. وعندك هذا من 2 إلى 3 أمتار يعتمد بعد على حجم القطعة. هسه الناس كثير راح تسألني على هذا الطبق لأن ما نتكلم عليه كثير، ايش قد عمقه شنو مواصفاته. هذا راح ينطيك ممكن من 2 إلى 3.5 4 أمتار بحسب الظروف، بس هذا صعب التحكم فيه، لازم تخلي لك عصايتين وشخصين يشيلوه، وراح يصير يعني بصعوبة اللورنس كتنقل مش كاستخدام الجهازين، استخدامهم اسهل من السهل. اذا انت تستخدم تعرف تستخدم موبايل فراح تعرف تستخدم الجهازين. معلومة اضافية، لا هذا الجهاز فيه تمييز ولا هذا الجهاز فيه تمييز. في هذا الجهاز اللي هو ميزة التصوير تقدر تشتري السوفت وير، ما انصحك تشتريه لان ما راح يقدم لك شيء، انت الهدف راح يزمر، راح تعرف انه في هدف تحفر يلا تعرف شنو نوع المعدن، اما تميز المعدن بهالجهازين فهذا الشيء مستحيل. هاي معلومات على السريع للأهداف الكبيرة والأعماق، أهم شيء العمق، ناخذ لورنزا 2 للأهداف الكبيرة، أهداف صغيرة، عملات، كل شيء ناخذ جي بي اكس. إذا أنت تبحث عن العملات لازم تستخدم هذا الطبق. فمثل ما ذكرت إذا أنت أهم شيء بالنسبة لك العمق لورنز، العمق للأهداف الكبيرة. إذا أنت تدور ميكس وغالبية بحثك عن القطع الصغيرة، عملات، شغلة بقد الموبايل، يعني الأحجام الصغيرة والمتوسطة، فتروح على الجي بي اكس. منطقة تمعدنها جدا عالي
وملحها عالي اكيد من غير تردد جي بي اكس مش لورنس. الاثنين فيهم نفس التكنولوجيا، اثنينهم بلس اندكشن، ولكن القوه مال تحكم مع الارض في الجي بي اكس افضل. ولا ننسى ان الطبق لما يكون كبير يعني معالجه ارض كبيره، اذا الارض كانت صعبه لما نقول صعبه مش معناها صخر، صخر رمل تراب طين هذا كله ما يفرق. اللي يفرق هو معدنية التربة، كل ما زاد لونها للحمار أو للسواد اللي لما يكثر فيه أكسيد الحديد راح يأثر عليه، ولما تكون التربة جدا ملحية. هاي الشيئين اللي يأثرون على عمق خلينا نقول هالجهازين، ولكن هذا شوية أقوى. هاي المعلومات وضيفوا لي المقارنات اللي تردوها عن أي جهاز وأي جهاز، وشكرا.